عمرو السولية واحد من أهم اللاعبين في الفريق وبنتمنى له الشفاء السريع إن شاء الله يا رب. نروح بقى من كرة القدم ليد رجال الأهلي اللي فازوا امبارح على فريق الجزيرة بنتيجة 39-22 في دور ال 16 من بطولة كأس مصر بقيادة مديرهم الفني الإسباني ديفيد ديفيز عشان نتأهل بالفوز ده للدور الثمانية، ونضرب موعد جديد مع فريق هليوبلس. هيكون ماتش قوي جدا بس إن شاء الله نقدر نفوز ونعدي منه. خلصت أخبارنا، تعالوا بقى نروح للجزء الثاني من فقرتنا.